اليوم الدخلية حتكون بسيطة خفيفة جميلة إن شاء الله في هذا البرنامج، معاي 300 نقطة منحوني فيها الإدارة، والأسبوع الماضي أعطينا لكل متسابق 100 ب100 ب100، أما الأسبوع هذا أنا شاركت الجمهور بهاشتاج البرنامج وحاولت أني أوزعها على 50، فأخترنا 5 متسابقين والسادس اخترناه من التغريدة الأخيرة اللي هي اليوم، فتذهب 50 نقطة لمهند بن فردان. سهل. الخمسين نقطة الثانية تذهب إلى محمد منصور. محمد ناصر، آسف يا محمد. هذا بس عشانك ما جبت لي كرك خطيت في اسمك. محمد ناصر 50. نروح إلى الثالث. من يتوقعون الثالث؟ الثالث تذهب إلى سيف الزعبي. طول عمرك. وأيضا الرابع تذهب، بس خلوني أتأكد اللي مسجلهم هنا، تذهب إلى أيضا مرة أخرى في هذا الأسبوع محمد العويسي. والخامس عايض آل زايد. وفي هذه التغريدة اللي طبعا أحصوها أو أحصيناها مع بعض في آخر تغريدة، بس خلوني أتأكد أنا مسجلها هنا. أيوة، ألف مبروك. أيوة، أيضا نايف الرفيدي.